اهلا وسهلا بيكم حبايبي طلاب 2021. السنه الجديده بدات وحياه جديده والناس كتيره جدا قلقانه وعماله تاكل في ضوافرها خلاص ومتوترين هنعمل ايه في السنه الجديده، هنتعامل ازاي مع المدرسين، طب ايه هنشتغل اونلاين ولا اوت لاين ولا هنشتغل ازاي، طب هنتابع ازاي، طب الجيولوجيا فوبيا السنويه اللي كل الناس قلقانه منها هيتعامل فيها ازاي. بتجيلي مسجات كتيره جدا من بره كفر الشيخ ومن جوه كفر الشيخ، ازاي ياسير هنقدر نتابع الفتره الجايه مع حضرتك. انا النهارده جاي اجاوب حاجتين مهمين جدا، رقم واحد الجيولوجيا هنعمل فيها ايه الفتره الجايه، رقم اتنين ازاي بسهوله بفضل الله عز وجل تقفل في الثانويه العامه في كل المواد. هو في طريقه؟ ايه هي؟ رقم واحد لازم تفهم اللي بتشرح لك، لازم تحضر مع مدرس يفهمك وانت لازم تفهم. اتنين لازم تذاكر في نفس اليوم. تلاتة لازم تحل كتير. طب ما الحاجات دي انا عارفها يا سير، انت ما جبتليش حاجه جديده. الحاجات دي احنا عارفينها بس للاسف بنطبقهاش. نصائح اوائل الجمهوريه، نصائح ناس كتيره جدا ربنا وفقهم السنين اللي فاتت في الثانويه العامه، نصائح مجربه جدا ان الثلاث حاجات دول لو اتعملوا بيكون عندك راحه نفسيه وجسديه كبيره جدا 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 جدا، وبالتالي راحه ذهنيه بتقدر فيها تركز في دراستك وتجتهد فيها وربنا ييسر لك امورك وتقفل اي ماده ايا كانت. اللي هم ايه بقى؟ تاني افهم بالشرح، افهمه كويس جدا. اتنين اذاكر في نفس اليوم، بدات تراكم خلاص انت وقعت في الثانويه العامه. ثلاثة احل كتير لان النظام الجديد هيتحل في كتير. طيب هو نظام الاسئله هتيجي من بره المنهج، من بره الكوكب؟ لا مش من بره المنهج ولا من بره الكوكب. امال الفكره في ايه؟ الفكره كلها ان بتبقى عايزه طالب فاهم حل كتير زي ما انا قلت، فبالتالي يقدر يحل الاسئله الابتكاريه اللي بتجيله فتقدر تتعامل معاها بسهوله. فالثلاث حاجات دول راجعهم وركز فيهم جدا بفضل ربنا تقفل ثانويه عامه. الحته الثانيه الجيولوجيا مادتنا الجديده اللي احنا ما خدناش قبل كده قبل ثالثه ثانوي، هنعمل فيها ايه وهنتعامل معاها ازاي؟ انا من كتر المسجات اللي جات لي قررت اعمل حاجتين. هعمل من اول نص 8 من اول 15/8 لواحد 9 فيديوز فور فري على اليوتيوب لكل الناس مجانا لحد اول 1/9. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، هشوف هقدر اتعامل ازاي مع الطلاب اللي هم طلبوا مني من بره كفر الشيخ ومن بره المحافظه ان هم يتابعوا معايا اونلاين، هشوف هقدر اتعامل معاكم ازاي. بس اللي اقدر اوعدكم بيه ان انا مش هسيبكم. انا ماجد امام، مهندس جيولوجي واستاذ جيولوجيا للثانويه العامه واللغات بكفر الشيخ. اسال الله عز وجل لكم التيسير والتيسير، وهختم ليكم بالدعوه الجميله جدا اللي انا متعود اقولها لكم ومتعود اقولها للدفعه اللي قبلكم. ربنا يفرج همومكم ويسعد قلوبكم ويحقق احلامكم وييسر اموركم.